بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تنظم جماعة مكناس هذا الحفل الفني. لاقي أن هنا مشوارنا المهني وبهذه المناسبة وهي عربون محبة وتقدير من السيد الرئيس نيابة على كل مكونات المجلس بهذه المناسبة العالمية. كلمة بالمناسبة يتفضل بها السيد الرئيس الدكتور عبد الله بوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على جماعة رسول الله وعلى آله وصحبه. وكان باغي يدير التقديم غير باش يتقدم هذا الشيء يقول لها خلي أمرك غادي نتكلم أنا كنت غادي نهني حتى هو باش اختصر عليكم كاملين. السيدة والسادة ممثلي فرق سياسية ممثلة ممثلة داخل مجلس جماعة مكناس، السيدة والسادة النواب أعضاء المكتب، السيدة والسادة المستشارين، السيدة والسادة عطور الموظفين جماعة مكناس، السيدة والسادة ممثلي رجال الإعلام والصحافة ينظروا كنا. أنا ما غاديش نطول عليكم لأنه أنا كنت مع المستعد في الساعة والدقيقة اللي هي محددة، لكن سي نجيب المدير العام قال لي ودي واحد شوية عاد مجرد ما خبرني جيت. أولا أنا الكلمة ديالي تكون مختصرة فيها خمسة ديال الرسائل ما نحاول ما نتعدوهمش. الأولى هو بغيت نعتذر لأنه كان مفروض أنه نهار 8 مارس اللي هو يوم الجمعة الماضي كان خصنا نديرو هاد اللقاء، ولكن نظرا للظروف ما سمحاتش باش نكونوا في عند الموعد فقررنا أن نأجلوه. وهذاك السبب علاش أجلنا ما درناش حتى هي يكون معكم واضح فيه. حنا كنا عندنا السنة الماضية بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة كنا التزمنا بأن هاد السنة خصنا نحتفل بهذا اليوم ولكن بواحد منظور جديد، عنوان هو الاعتراف. العنوان ديالو هو نعترفوا للسيدات اللي كيشتغلوا داخل جماعة مكناس أولا، ثم اللي كيشتغلوا في مختلف المرافق ديال الدولة القطاع العمومي وشبه العمومي من نساء فاعلات. انا ندير واحد النوع من الاعتراف، ما قدرناش هاد السنه ما قدرناش نديرو، لذلك انا بديت الاعتذار ديالي بالتاريخ. علاش حنا اجلنا؟ حنا اجلنا قلنا بدي كي خصنا نديرو واحد ناخذ بعض المعايير اللي نعتمدوها في تكريم المراه الجماعيه ديال المغرب. ملي بقينا كنقلب المعايير عقدنا المكتب ديال المجلس بقينا كنناقشوا فما وصلناش، لذلك بقينا في الحد الادنى ديال الاعتراف، امنين بانه السنه القادمه ان شاء الله غتكون واحد ان شاء الله واحد نوع من الاعتراف. ما نقولش في مستوى، ما عمرنا نكونوا في مستوى التضحيات اللي كتاديها المراه بصفة عامة، ولا في مستوى التضحيات اللي كتأديها الموظفة في جماعة في الجماعة بصفة عامة وبجماعتها، ولكن كنقولوا نديروا شي إشارة على الأقل تبقى راسخة في ذهن هاد السيدة العاملة في الجماعة إن شاء الله تعالى. فإذا العام الجاي إن شاء الله عاد نديروا شي حاجة التي كنأملوا أنها تكون في المستوى، طبعا المبلغ المالي حددناه يمكن شنو غنديرو به، باقي ما واش نديرو به شي احد طقوس ولا نديرو به هدايا ولا نعطيوه باقي ما حددناش، ولكن انا كنقول لكم من الان بانه ان شاء الله غادي نديرو السنه القادمه ان شاء الله تعالى. ياك عاقل عليها انا جيت دابا ما انت سما والو باش من دابا غادي نبقاو نعتنيو هذه الاولى. ثانيا بغيت نتقاسم معكم
قبل ما نجي كنت كنطلع على واحد التقرير عدته الدار الأمريكية وبشراكة مع بعض المؤسسات المجتمع المدني في المغرب حول الوضعية القانونية والحقوقية بصفة عامة. خرجوا واحد المجال يتعلق بوضعية المرأة الحقوقية بالفعل بلادنا قطعات أشواط والدستور خير دليل على أننا حنا كمغرب فيما يتعلق بحقوق ديال المرأة تقدمنا من الناحية النظرية صحيح، تقدمنا من الناحية العملية فيما يتعلق بتواجد المرأة، ما بقاش محصور في مجالات معينة، دابا تقريبا كل المجالات أو جل المجالات كلها فيها حاضرة فيها المرأة وحضور مشرف، حضور مؤثر، وحضور اللي اليوم كيشرف المغرب وكيشرف الدولة ديالنا. لكن مع ذلك ما زالت عدة تحديات حدا يعني تجاه المرأة بصفة عامة وتجاه المرأة العامة والموظف، كاين عدة إشكالات ما زالت يعني كتنتظر منا باش نتغلبوا عليها، ومن بينها توفير الشروط الموضوعية ديال الشغل. بغينا موظفة خاصة في جماعات مكناس تلقى كل الظروف اللي كتساعدها باش تأدي داك الدور ديالها على أحسن قيم، وأنها تكون مرتاحة. هادشي باقي ما وصلناش باش ما نكذبوش على راسنا، وكذلك باقي ما وصلناش على المستوى الوطني فيما يتعلق ببعض المجالات اللي كتشتغل فيهم المرأة، فضلا على الحقوق ديالها في عدة مجالات واللي هي محل إما تشريع أو تنظيم من طرف الحكومة والدولة المغربية. فبغيت نقول بأنه اليوم حنا كنفتخروا بالوضع ديال المرأة اللي هي فيه، ولكن باقي تحديات اللي كتنتظرنا كاملين أننا نساهم، كل من موقعه يساهم في هذا تحسين الوضعية ديال المرأة بصفة عامة والمرأة الموظفة خاصة بالجماعة الترابية. النقطة الثالثة اللي بغيت نتقاسمها معكم في هذا النهار، وهي هذا المعهد اللي حنا فيه، هذا المعهد الموسيقي عنده تاريخ طويل. ملي كنهضرو على التاريخ كيمكن السي رشيد بوجيه يجلب لنا كاع الصور وماذا قيل في هذا المعهد وكل ما يتعلق به، ولكن بغيتو في امرين. بغيت نتكلم معكم في هذا المعهد بجوج حوايج. كانت تراود كل المجالس قضيه ديال الاصلاح باش يصلح في هذا البلد اللي، لكن هاد ثلاثه المجالس الاخرى هي اللي استطاعت باش دير خطوه ديال هذا الاصلاح، لكن الخطوه الكبيره قطعها المجلس السابق برئاسة أحمد هلال واللي دار الصفقة ديال إلى غير ذلك. وهذا المجلس اللي كمل هذه الخطوة الكبرى بخطوات كبرى أخرى فيما يتعلق، لأن جبرنا الصفقة في واحد المستوى كما هي الصفقات عند الجماعة. عندنا أزيد من 20 مشروع اللي هو متوقف، راه كتبدا الصفقة وبدا المستوى. لا بيسين دابا المسبح الأولمبي راه 97 باش خرجت الصفقة ديالو فيها 12 مليون ديال الدراهم وما خرجش الوجود حتى خرج دابا. راه ماشي بالسهولة أنه حيت درت الصفقة في واحد الوقت راه خصها، كاينة عدة تحديات. صفقة أخرى اللي هي متوقفة كيتعلق بجمال الدين الأفغاني ديك الممر، وهذاك راه من 2005 ترجع عاوتاني المجلس ديرنا إجراءات عوضنا الناس باش يخرج الوجود. فانا بغيت نقول في هذا المعهد كاين الناس اللي خدموا في المجلس السابق في هذا المجلس باش يكون في هذه الحله اللي باسمكم جميعا كان وجه لهم التحيه والتقدير على ما قدموا. النقطه الثانيه في هذا المعهد كما قلت انه رشيد بوجيه يمكن تبدا التاريخ
خصو يضيف لهذا الشيء اللي قرا كل واللي غيقرا واللي غيكتب على هذا المعاد يضيف له واحد جانب اخر في التاريخ ديالو، واللي طبع هذا المعاد هو نعيم السيف. انا نقول لكم عتكون عندنا صعوبه كبيره في التعويض ديالها. درنا عده اجراءات باش تبقى باش نمدوا لها. علاش باغي نمدوا لها؟ راه شحال من واحد خص تقاعد انا كاع ما مدد وما سنيتش كاع تمدد. ماشي نقول لكم ما محتاجوش فقط، لا زعما ما يعني ماشي كيف مشى كيبقى، لا كنقول اللهم يمشي يرتاح احسن. لكن نعيمة بغيناتها وانا ما خليتها ما تكلت، يمكن وقع لنا تقدير في المسطرة، لانه كيقولوا لي اخوان مختلفين ودي يشوف نعيمة بلا ما تقول لي كل واحد كل واحد يتصل بيا راك غادي نرباط عافاك ما تنساش الملف ديال نعيمة السيدي. شوف هذا الملف انا جديته هضرت مع رئيس الحكومه باش راسا منين قلب القاعده قايله كنقلبوا في راه في الداخليه عاوتاني اتصل عاودنا ملف اخر، لكن غالب الله فيما يتعلق بالنعيم السيفي مازال ما غنقطعوش الياس. وانا نقول لكم غتكون عندنا صعوبه كبيره جدا في التعويض ديال نعيم، لذلك بغيناها باش تضحي معنا وتستمر معنا واحد المده. هو دابا كاين امتحانات من دابا حتى ليوريوس، حنا غنشوفو الصيغه اللي غتبقى معنا فيها اللي غتساهم معنا فيها واللي تبقى حاضره معنا فيها. ولكن هاد الكلمه اللي بغيت اللي قلت لكم اليوم حول هاد المعاد فيها جوج، هاد الاصلاحات اللي دار شرعنا الناس، والتاريخ سيذكر كل من ساهم، ولكن الطابع ديال نعيم السيفي سيبقى ان شاء الله خالدا بهذا المعنى. النقطه الرابعه والاخيره باش ما نطولش عليكم مكتب مجلس جماعه مكناس اختار بالاجماع وبالتقدير اللازم 4 ديال النساء. اللي بواحد الحضور ديالكم هو التكريم، ما داك الهدية اللي غنقدمها لا قبيله قبل ما نجي قلت للكاتبه شحال كتسوى هذيك، لا كانت قل من واحد الثمن ما غنمشيش، جبرتها لا بأس بها، قلت ما كاين بأس، حيت راه ماشي كلشي كيتشاوروا معايا فيه قبل ما يديروا، اش نقول لكم راه انا كيتشاوروا معايا في شي حوايج فاش كيحصلوا ملي ما خدامي راه غادي هذاك البشير ومع هذا الكوشيه زيدوا مثلا فيه اسماء راه كيديروا ما بغاو كيديروا داك الشيء ملي كيحتاجوا لي انا موجود، ولكن ما كنخش معاهم بزاف في التفاصيل. اليوم قبل ما نجي قلت لهم اودي عافاكم هاد الهديه بعدا شنو هي، قلت تشريو شي حاجه ديال 60 درهم ولا 100 درهم وتجيبوا، قالوا لي لا. ايوا قلت ما كاين باس غادي نجي، اختارينا بالاجماع وبغيت انا اللي نقدمهم لكم. نعيمة السيفي كتعرفوها مزيان، حنا كنكرموها مرتين، كنكرموها بالمحل ديالها حنا اللي ضيوف عندها، وبواحد الهدية رمزية اللي غادي نديرو ان شاء الله، واللي ولكن اكبر تكريم هو الحضور ديالكم والتصويت ديالكم. الثاني واللي افتخرت به مدينة مكناس وافتخرت به كذلك جماعة مكناس واللي أدت دور كبير جدا هي فاضل صباح. التفاصيل حول صباح تقول لي متحوم تيك وداك الشيء صباح
خدمنا معها انا على الاقل يعني قرابه 15 عام. النهار اللي عرفتها، النهار اللي ساهمت باش تكون رئيسه في المصلحه 2004 او 2005، وانا كنعرفها امراه جاده، امراه فاعله قويه مناضله خدومه، وفوق كل هذا انسانه اللي كتستمع للجميع. حنا افتقدنا طبعا، خرج التقاعد، تقاعد نسبي لظروف، ولكن هاد الظروف بغيت حتى نتكلم عليهم. كاين الظروف الخاصه ديالنا، كاين واحد شويش ديال الظلم ديالنا حنا اللي كنتحملو انا واللي كنعتذر هذا. علاش كنقول هادشي؟ لانه بعض الاحيان كيخص الاعتراف. صباح كانت تشتغل، صباح المساء هي صباح، كيف كانت تشتغل بالليل تشتغل الصباح، واش معايا تسيلها السبت والحد، وحنا ناقصين في حال كمال لله، كمال لله، لانه بعض الاحيان كتكون عوامل كثيره متعدده كتخلي بنادم ما كيوصلش لهذاك الشيء اللي بغا. وهادشي وقع لنا واحد العدد ديال الناس، يقدر يكونوا مواطنين مرتاحين، يقدر يكونوا موظفين، ولكن الوقت اللي خصنا نعترفوا بالحق خصنا نعترفوا. الاسم الثالث واللي ما شفتوش ولكن غادي نكرموه ونقول في كلمة في حقين جوج، كاينة الأستاذة فاطمة عمي. فاطمة عمار امرأة خدومة، واللي عطات جماعة مكناس وعطات لمدينة مكناس، ولا أعرفها تقللت على الأقل ثلاثة ديال المناصب كلها خلات الأثر ديالها، سواء في الموارد البشرية أو كذلك دابا في القسم ديال الشؤون القانونية والمنازعات اللي كانت فيها. هاد السيدة فاطمة عمار العطاء ديالها كذلك ما لا يمكن أن نقصها، نقولوا أودي لا، هذه من السيدات اللي الحمد لله شرفوا مدينة مكناس وشرفوا جماعة مكناس. اللي كنقول لكم شرفوا راه ما تنساوش، راه كنقارنوهم بهذاك الشيء اللي موجود على الصعيد الوطني، ماشي شي حاجة كنبتكروها ونقول لكم راه هذه، لأن حضرت في لقاءات وطنية وفي لقاءات دولية وكنشوفوا العطاء ديالها. والاسم الأخير اللي بغيت نتكلم عليه واللي هي غنبدا بالكلمة عاد نقول التسمية ديالها في الأخير، هي واحد السيدة هي مناضلة، صحيح خدومة وإنسانة ومعطاءة، ولكن كانت هادو كلهم نسوات. بغيتي شي حاجه في المعهد الموسيقي، كل ما يتعلق بهذا الشيء عندك نعيمه، كل ما يتعلق بتصحيح الاضاءات وما يتعلق بالحاله المدنيه تحديدا عندك صباح، كل ما يتعلق بالمنازعات وهذاك الشيء الموارد البشريه كان الساروت عندنا هو فاطمه عمار. ولكن كان عندنا الساروت واحد الساروت اخر وفي حق رجل المرأة، ولكن المرأة هي اللي كانت معطاءة، وداك الشيء اللي عطات مدينة مكناس. شي واحد دابا عنده شي بغا يقولها أنه لاباس عليه، باش كيزيد ماشي باللباس اللي لاباس ولا الطريقة باش كيهضر، بالممتلكات اللي عنده. الجماعة عندها ممتلكات، وكيمكن بأي طريقة تضيع الممتلكات ديالها. وشحال ضاعوا لنا الممتلكات، وشحال كلاونا عباد الله في الممتلكات. كانت واحد السيدة سميتها الممتلكات الجامعة، حافظها ماشي قاريها ماشي كاتبها، حافظها شبرا شبرا مترا مترا في كل موقع في مدينة مكناس.
تعذر لها كذلك باش تكون حاضرة معنا هي رشيدة الرحالي. إوا هادشي اللي بغيت نقول لكم هاد النهار، سمحوا لنا إذا طولنا عليكم. أنا درت راه ما شفتو شي بلاصة دايرين فيها الحلواتات، لما داروش راه مشكل. شكرا لكم. يلا البشر جيب هذاك الشيء ديالك. استراحة. أنا مقدمة ولا أنت؟ اللي بغيت. يلا استراحة. السادة بن عمر نبيلة تفضلي. دكتور سلسيوي تفضل تفضل. لا بدا وطبعا رشيد طرميلي انه هو طويل غيبان. بقينا فريق ديال التجمع السوري اللي حضر من الاخوان. لا اتحاد امين احمد درس مع شكون اللي حضر من الاخوان؟ حرام. طيب نبداو بال طيب. لا اسمحي لي انا سبحان الله. المكرمة الثانية السيدة صباح فاضل الرئيسة السابقة لصحة الحالة المدنية. تبارك الله. أرجو
غائبة بعذر انه خارج مدينة الكنس في سفر، الأستاذة فاطمة الله. وغادي نطلب من السيد المدير العام السيد محمد ناجيبي يكون بالنيابة على المكرمات. خاصة راجل انا الأستاذة رشيدة رحالي رئيسة سابقة كذلك في صحيفة الشركة في الجامعة. يتسلم بالنيابة كذلك السيد محمد نجيب مدير عام للمصالح. شكرا لكم، غنبقاو مع فقرة قصيرة. هذا يا جورج مستكبر. Thank you.
سايمون فار على ألف يلو. Thank you.
حالة ديالو التلميذة اليسرى بالقيد لا كونتين دا نون تريتي. أخ
اخر قطعه في هذا الحفل في اله الكمال سميتها السيفي، كنزه السيفي. نتمنى ان شاء الله نكون دائما في خدمه الساكنه
تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بغيت نسيت واحد الكلمة، بغيت نسلك هذا الروح. هو معنا واحد، أنا شفت منتصر ما عرفين مشى أو أحد. المنتصر أحمد اللي كيشرف مدينة مكناس، مالا اللي كيشرف مدينة مكناس بالجوب ديالو الرفيع اللي كيعترف به الجميع، فشرف الأولى كان معنا تكون معنا السي منتصر. كنت نسيت واحد في الكلمة ديالي، حضر معنا واحد السيدة فاضلة وهي إحدى بنات مدينة مكناس ومعطاءة في مدينة مكناس، واللي دائما بعطائها خاصة الثقافي واعتنائها بجانب الثقافي والفني دائما كتلقاها حاضرة. حنايا كمجلس سابقا اتخذوا واحد المقرر باش يسمي احدى القاعات ديال هذا المعهد باسم زوجها المرحوم الاستاذ الرقا. فانا كنقول لها هذاك القرار غنفعلوه ان شاء الله، سنفعله. بغيت في الاخير كذلك قبل ما نمشيو لحفل الشاي، انا غنولي مذيع بلاصه البشير. عندنا حدثين هامين، حيت هذاك واحد المستشار معنا عكي سميتو محمد عكي راه جالس في الاخر كيقول لك حنا كنساهموا وما كيعرفوناش، انا غنخبركم كامل باش غدا ان شاء الله كاين افتتاح ديال دراما التلفزي. ها انت مدعي السي عكي والاخوان الاخوات كاملين انتم مدعيين. هذه واحد جوج نهار 22 ان شاء الله افتتاح ديال في كام، ها انتم مدعيين كاملين كذلك، واخيرا انتم مدعوين كاملين باش نمشيو للحفل الجاي. شكرا.